وأن الجهود تكاتفت بيننا جميعا كمواطنين كعراقيين كمسؤولين في هذا البلد، ووضعنا الله وحرمان الناس وقضية شعبنا في طليعة اهتماماتنا قبل أن نهتم بأنفسنا وقومياتنا ومذاهبنا وأحزابنا وعوائلنا، لتقدمنا كثيرا في هذا الطريق. لذلك أنا أدعو جميع الأخوة الذين هم في صلب العملية السياسية أن لا يكون الكلام على حساب العمل، وأن لا يشغلنا الكلام والمماحكات السياسية على أن نتقدم خطوة على طريق خدمة المواطنين، ولأن المماحكات السياسية والخلافات التي نحن فيها تعطل الخدمة وتعوق عمل الدولة وعمل الوزارات. وبالتأكيد هكذا حينما لا يكون الهدف الأسمى، لنختلف والاختلاف وارد في كل دول العالم وفي كل الديمقراطيات يختلفون، ولكن تبقى خطوط حمراء للاختلاف، وأول هاي الخطوط الحمراء أن الاختلاف لا يمس مصلحة المواطنين،